في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء أتوجه إلى ضيف حلقتنا الليلة الأستاذ والأديب إبراهيم الكليب لنختتم معه هذه الأمسية المديحية، أمسية المديحية بطلعة في التوسل تكون ختام مسك. تفضل أستاذ إبراهيم. إذن شكرا، هم التطلعة غالبا بعد إكسارات نظرا اللي نحاول كان نحكوهم. قلت في التوسل، قلت فضلك شاهدت وجبرته ياسر متناظر وحمدته، فضلك شاهدت وجبرته ياسر متناظر وحمدته، كلته وشربته ولبسته ولحقت المرسول العباد منه وعليه لازدته، محمود اللالك كان نزاد وفصلي فيه لنعته ونعوت اللالك الجوع. ومؤمن بيك ولاني خاطيك، مؤمن بيك مؤمن بيه، ومؤمن بيك ولاني خاطيك مؤمن بيه وحامد لك. أنا عندي مؤمن بيك، عاطني من فضلك توحيد بيك انتي ولا لك شريك، عندي متشقن عن العبيد عبيدك متني الفيدي، مصير عبيدك بالتحديد ايماني بيك وتكلي فيك لاثنين وعودوا من الحديد، امتن ونعودوا منين يجيكم من يوم الوعد من النار بعيد، وعبادك واسيني ناصر فصلي فيهم ماني فاصل، وفيهم واسيني متفاصل فصلي عن العباد وفيديك عن العباد، وعندي حاصل عن فصلي ما هو في الخاطئ، وندور نفنا متواصل فصلي فيك ونفنا راجيك، سهديني ونعود الشايف من الامور اللي لاش يرضيك، طامع فيك ومنك خايف ومؤمن بيك ومتامن بيك. اذا ختامه مسك مع هذا الطلع من الاستاذ ابراهيم. طبعا انت اديب بحق ولك ابداعات في تبدع في مجالات متعدده في الغزلي والنسيبي والبكاي على الاضلال، لكن ايضا في المدح لك ابداع خاص تابعنا بعضه قبل قليل. أشكر لك هذا التواجد معنا في حلقة الليلة، وأتمنى أن تواصل في هذا الإبداع الجميل. شكرا جزيلا لك أستاذ.